السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير معالي الوزير، أنا أحمد المحمود من قناة سكاي نيوز عربية. سؤالي معالي الوزير حول الفصول التعليمية في العام الدراسي. سؤالي من شقين، الشق الأول تقييمكم أنتم في الوزارة لما مضى من ما تم تطبيقه من الفصول الثلاثة حول إيجابيات وسلبيات ذلك، والشق الآخر من السؤال هل لدى الوزارة نية للعودة للنظام السابق الفصلين دراسيين للعام الدراسي؟ شكرا أخي أحمد على هذا السؤال المهم. طبعا خلينا نتفق في البداية على أن الحديث الأهم هو عن عدد أيام الدراسة، فإذا نظرنا إلى الموضوع من المعايير الدولية نجد أن على سبيل المثال دول المجموعة العشرين تتراوح أيام الدراسة ما بين 180 و185 يوما، وهي طبعا العدد الأيام المهمة جدا لتطلبها العملية التعليمية السنوية لتنفيذها بالشكل الأمثل. لذلك وزارة التعليم في المملكة حريصة أن تكون الأيام التي قررت لهذا البرامج هي فعلا تؤكد على استثمار كامل الفترة لتدعيم العملية التعليمية وفي نفس الوقت تفعيل الأنشطة وتعزيز المهارات. أما ما يخص الفصول الثلاثة طبعا هو الآن تحت التقييم والدراسة، ولكن يجب أن نتفق أن الأهمية القصوى في المرحلة التعليمية هو الأهم إيش المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية التي نطمح حنا شخصيا، يعني طبعا في وزارة التعليم وطموحات القيادة أن يكون أبنائنا وبناتنا منافسين فيها بمشيئة الله. فلا زال الموضوع تحت الدراسة والتقييم، ولكن المحصلة التعليمية هي الأساس بالنسبة لنا المتوافقة مع المعايير العالمية والتي نطمح بمشيئة الله أن يكون أبنائنا وبناتنا منافسين عليها إن شاء الله. شكرا لك. الله يحفظك.